بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39. هذه السائلة حصة الأسمري من جدة، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 15 عاما ولها 6 أطفال، وبعد هذه المدة علمت أنها رضعت مع أخت زوجها لأبي، وقد سمعت حديثا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة إن اللبن للأب. تقول: فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن، وماذا عن أولادنا؟ ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يهتم لذلك الأمر، فما الحكم في هذا الموضوع؟ نعم، اللبن للأب كما ذكرت، هذه قضية لبن الفحل مسألة مشهورة بين أهل العلم، والصحيح أنها يثبت بها التحريم. فإذا رضعت من إحدى زوجات شخص فإن أولاد هذا الشخص، فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج به، سواء رضعت من أم الشخص أو من زوجة أبيه. لكن القضية المذكورة ما دام العقد قد تم، حصل الزواج، فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاع المحرم، وهو 5 رضعات معلومات. إذا ثبت أنها رضعت من زوجتي، من إحدى زوجات أبي زوجها، 5 رضعات معلومات، فإنه يجب التفريق بينهما وتحرم عليه، وما مضى يكون نكاح شبهة والأولاد يلحقون به. أما ما دام مجرد خبر أن هناك رضاع ولا يعلم كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرضاع، فالأصل بقاء النكاح، فهي زوجته ما لم يثبت الرضاع المحرم. على هذا يعني متى تأكدوا أن الرضاع كان رضاعا شرعيا؟ 5 رضاعات فأكثر وفي الحولين، نعم. فيجب أن يفترقا، نعم، والأولاد شرعيون بالنسبة لهم، وما مضى يكون نكاح شبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع حسين أمين إبراهيم، مصري مقيم بالقصيم، يقول في سؤاله الأول في رسالته: يقول الله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول: في أي شيء كانت خيانتهما؟ أولا، هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله بمخالطة الكافر للمسلم، وأن الكافر لا ينفعه مخالطة المسلم ما دام أنه لم يدخل في الإسلام، فإنه في يوم القيامة يكون في النار، ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم وإن توثقت الصداقة والعلاقة، لأنه ليس بمسلم. أما الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة الملة، لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين، فخانتاهما في الدين حيث لم تدخل في دين زوجيهما، هذا يعتبر خيانة وليس خيانة عرض، لأن فرش الأنبياء معصومة عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها، لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك، وفرشهم معصومة. المراد هنا بالخيانة خيانة الدين. وقيل إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت تخبر الكفار بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام، وتصفه بأنه مجنون، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط يفعل بهم الفاحشة، فهما خائنتان للأمانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ومن الأضياف وغير ذلك. فهذا هو نوع الخيانة الواقعة. والحاصل أن هذه الخيانة ليست خيانة في العرض، هي إما خيانة في الدين وإما خيانة في عدم حفظ الأسرار. نعم. والخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الأسرار مردها إلى خيانتهما في الدين. نعم. السبب في هذا أنهما ليست على دينهما. نعم. السؤال الثاني يقول الله تعالى أيضا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول: ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية ذكر جحد الكافر للبعث، قبلها قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الكافر يجحد البعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعدما تفتتت وضاعت في الأرض وصارت ترابا، يستبعد
يستبعد قدرة الله على إعادتها مرة ثانية، وهذا من جهله. والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو، في هذا الإنسان لو تأمل، فإن الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة وهو الماء المهين أي الماء الضعيف، الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنسانا قويا قادر على إعادته من باب أولى، فإن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة من باب أولى، فهو يجحد آية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة العظام وهي رميم وإحيائها مرة ثانية. ولهذا قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإذا كان أنشأها أول مرة بعد أن لم تكن فهو قادر على إعادتها من باب أولى. إذن الفاعل هنا في ضرب لنا مثلا هو نفس الكافر، ونسي خلقه، أيضا الضمير هنا يعود إلى الكافر، يعني نسي خلق بدنه وصورته، نسي إيجاده من العدم. السؤال الثالث يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر؟ أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ولا يضيق عليه، بل يلقنها برفق. التشهد فقط، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تلقى عليه برفق. نعم. وأما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت القبر يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما رواه الإمام أحمد وغيره. أما أن يقال دعاء عند الاحتضار هذا لم يرد، غير تلقين الميت لا إله إلا الله. ولا أيضا عند إدخاله القبر غير بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا أدعية أخرى ولا قراءة فاتحة ولا شيء مما يفعل. كل هذا ما لم يثبت السنة فهو بدعة. السؤال الرابع يقول: ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟ الله تعالى حرم زواج امرأة الأب، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام، أما إذا فعله عن جهل ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل، ويجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشيء، هذا الشأن. والأولاد شرعيون في هذه الناحية؟ الأولاد إذا كان مثلا تزوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشيء يكونون شرعيين، لأن هذا بشبهة. أما إذا كان والعياذ بالله متعمد هذا الشيء فهذا باطل والنكاح باطل. له سؤال أخير يقول فيه: هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا؟ ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروض، لأن الله سبحانه وتعالى عين الأعضاء المغسولة والممسوحة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الذي يمسح هو الرؤوس فقط دون العنق، ولم يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، فمسحه يكون من البدع. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أحمد عبد الله كباس من اليمن صنعاء، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما معنى هذه الآية، وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وما هو؟ الدين ثلاث مراتب: الأولى الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد ذكرها مرتبة، مبتدئا بالأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه. فالأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولهم في الإسلام ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها، جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة الإيمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد، ولهذا رد الله تعالى
عليهم بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف أو إيمان قليل. ويستفاد من قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه سيدخل في المستقبل، وليسوا كفارا أو منافقين بل هم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه قليل، لم يستحقوا به أن يسموا مؤمنين، ولكنهم سيتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا، فصار للإسلام معنى خاص وللإيمان معنى خاص، كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني، هذا إذا ذكر جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر، إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، الإسلام أعم من الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام. ولهذا يقول أهل العلم إنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نعم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح. عمل بالأركان، نعم، عمل بالأركان، قول باللسان وعمل بالجنان وتصديق بالجنان. نعم. يعني بالقلب. نعم. ويدخل فيه بهذا التعريف يدخل فيه الإسلام، إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، يكون قولا باللسان وعملا بالأركان وتصديقا بالجنان ويدخل فيه الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه، ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟ تركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها فإنه يجب عليه أن يردها إليه، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث عن أبيهم والورثة يعلمون أنها مغتصبة وأهلها موجودون ردونها عليهم. نعم. وإن كان أهلها غير موجودين وهم يعلمون أنها مغتصبة أو غير معروفين فإنهم يتصدقون بها ويكون أجرها لأصحابه. نعم. حتى لو كانوا بحاجة ماسة إليها في مثل هذا يراجعون القاضي إذا رأى مثلا أنهم فقراء ومحتاجون وهي سبيلها الصدقة يراجعون القاضي يتحقق من شأنهم. نعم. إذا فعلوا ذلك وتصدقوا بها هل تبرأ ذمة أبيهم منها؟ الله أعلم. تنفعوا هذه الصدقة؟ هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم. نعم. ومات وهو لم يتب من هذه المظلمة فهذا يفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن إذا تصدق بها يسلم الورثة من شرها. نعم. نعم. ويكون أجرها لأصحابها. نعم. هذا سؤال من المستمع أبو حازم من العراق الموصل، يقول لي والد بلغ 60 من العمر ولم يصلي ولم يصم إلى هذا اليوم، وهو بصحة جيدة وذو علم كثير يستطيع به أن يجادل من يشاء من أهل العلم، ونحن في قرية فيها مسجد كبير قريب من دارنا جدا، ومع ذلك فلم يستفد من علمه شيئا، حيث أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاثر، ترى ما العمل؟ وأنا ابنه في 20 من عمري ومنذ سنوات وبشتى الطرق حاولت إقناعه بأن الناس في القرية يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم، لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي ويردد قائلا إن أكثر المصلين هذا الزمان فجار ومنافقون. والآن يقول لي بعض الرجال إذا مات أبوه فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال، أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة. هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين هذا ضال والعياذ بالله،
وضلاله بين إذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا كفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها، أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. الحاصل أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر، إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى أنها غير واجبة هذا كفره لا شك فيه، وإن كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا فهذا على خلاف بين أهل العلم والصحيح القول بكفره. ولكن واجبك أيها الإبن أن تناصحه وأن لا تيأس من هدايته، لعل الله أن يهديه على يديه، فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه، فإن رأيت منه إصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه بما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، لا ما بل يجب عليك أن تحسن إليه والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه. ما قضية إذا مات على هذه الحالة وهو كافر والعياذ بالله، فالمسلم لا يتولى الكافر وإنما يتولاه أقاربه الكفار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين من باب المواراة لجثته لئلا يتأذى بها الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب فيجب أن يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين. جزاكم الله خيرا. مع محمد عبد الهادي أبو محسن من خليص يقول في سؤاله الأول: اشترك اثنان في مشروع بنسبة 50% لكل منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز ويجب أن يأخذ نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإذا اشترك اثنان فأكثر في عمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة فلا مانع من ذلك، لأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين في مقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح مقابل هذا العمل. يقول: لو لم يأخذ نسبة من الربح بل أخذ راتبا شهريا بصرف النظر عن الربح والخسارة، الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه أنه يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح. السؤال الثاني يقول: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها ولا ترعى بنفسها في الخلاء، فهل عليها زكاة أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح سنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟ الأبقار التي تتخذ للإنتاج وينفق عليها وتعلف غالب السنة ليس فيها زكاة في نفسها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره من المباح. أما التي تعلف أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر فإنه يزكي ذلك بإخراج ربع العشر من غلتها. أو إذا باعها وحال الحول على ثمنها فإنه يزكي إخراج ربع العشر منه. أو كانت للتجار فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟ إذا كان يربيها ويبيع منها هذه عروض تجارة. يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول، ما باع منها يزكي قيمته إذا حال عليها الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول عليه يقومه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به، إذا تم لها حول بناء على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها. قيمتها التي تساويها آنذاك، وليس الاعتبار بقيمتها التي اشتراها به في وقت الزكاة، القيمة التي تساويها في وقت الزكاة، وقت الإخراج، في وقت تمام الحول، وقت تمام الحول. نعم، يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع العشر القيمة المقدرة. السؤال الثالث
يقول: لي على أحد الأصدقاء دين وأنا بحاجة ماسة لهذا المبلغ، ولكن صديقي معسر، فهل على هذا المبلغ زكاة ولو طالت هذه المدة لسنين؟ وهل أخرجها في كل سنة أم أجمعها مؤجلة إلى أن أقبضه منه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في الدين إذا كان على مفلس أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أما السنوات الماضية وهو في ذمة المفلس ليس عليه زكاة، لأنه عرضة لعدم الحصول، لأنه عرضة لأن يذهب. نعم. فإذا قبضه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد. نعم، لعام واحد فقط. نعم. حتى لو بقي في ذمة الشخص الآخر عدة سنوات. نعم، يزكيه عام القبض، لعام القبض. نعم. السؤال التالي من المستمع أحمد عبد الرحمن عبد الله الهندي اليماني من جدة، يقول: سلمت إلى أحد أقربائي أمانة لكي يحفظها لي إلى وقت طلبها وحاجتي إليها، وهي عبارة عن صك شرعي، وقد بقيت عنده إلى أن أردت استعادتها منه، ولكنه رفض إلا أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل حفظه لها، وحاولت إعطائه 1000 ريال شكرا وتقديرا لأمانته، ولكنه رفض إلا 5000، وإلا هددني بإحراق الصك وإنكاره، فلم يكن عندي شهود يوم أن سلمته إليه، فهل لو لبيت طلبه وأعطيته 5000 هل هذا حلال له أم حرام عليه؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعا أم لا؟ إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه يجب عليك أن تعطيه ما التزمته له. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئا، لأن هذه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه. فحفظ الأمانة هذا من الإحسان ومن تعاون على البر والتقوى. إذا لم يشترط عوضا من الأول فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك الشيء، لأنه قربة، تعتبر قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئا. ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده إلا بأن تعطيه شيئا، فإنه لا مانع في حق من إعطائه تفاديا لحقك واستنقاذا له منه، وهو يحرم عليه أخذ ذلك الشيء. أما تدفعه إليه في هذه الحالة من قبلك